قاد صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين العمال ومعاوني الخدمات بالمدارس داخل محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وقد استهدفت الحملة الكشف على 217 عامل، وأسفرت عن تعاطي 23 عامل للمواد المخدرة التي تنوعت ما بين الترامادول والحشيش والهيروين.